انضم إلينا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، ومن القاهرة مراسلنا أحمد مهران. جابر، البداية معك، لا زالت المشكلة قائمة، لكن المخططات الإثيوبية يعني تسير على خطى ووتيرة عالية، هل ممكن أن نرى تشغيل السد بشكل كامل رغم عدم وجود أي اتفاق مع الجانب المصري؟ نعم، يمكن أن يحدث ذلك ماجد، خاصة وأن إثيوبيا في بدايات عمل سد النهضة أشارت إلى أن هذا السد تم إنشاؤه ليعمل هذا ربما الجزء الأساسي في حديث يعني إثيوبيا هنا. هذا السد يعني رغم أن الأمطار ما تزال مستمرة والخريف في نهاياته وأن عمليات السد الرابع مستمرة، ومع ذلك لم تعلن إثيوبيا عن كميات المياه التي وردت إلى السد خلال هذه الفترة منذ شهر يوليو الماضي. إثيوبيا تقول أنها ستستمر في عمليات التفاوض، لكن ليس هناك أي مؤشر أن تتنازل عن حصصها أو سيادتها، كما قال يعني رئيس فريق التفاوض سليشي بقالي، الذي قال إن إثيوبيا تتمسك بمواردها وأنه لا يوجد، كما كان إشارة هناك من أبي أحمد في سنوات سابقة، بأنه لا يوجد على الأرض من يمنع إثيوبيا من استخدام مواردها. لذلك تقول إثيوبيا أنها ستعمل بالتفاوض مع كافة الأطراف، لكنها لن توقع على أي وثيقة تعمل على الإضرار بمصالحها ومصالح سيادتها، باعتبار أن سد النهضة يمثل واحدة من القضايا السيادية لها وأن مواردها ملك لها، لكن أيضا في المقابل تشير أنها لن تعمل على الإضرار بأي من دول المصب، مصر والسودان. هذه المواقف ما تزال حتى هذه اللحظة مستمرة، يعني بالرغم من لقاء السيسي وأبي أحمد وتسهيل عملية التفاوض، لكن إثيوبيا ما تزال متمسكة بمكاسبها يعني من السد ومن الموارد، خاصة وأنها بحاجة إلى الكهرباء، وهذا الجزء تركز عليه إثيوبيا بشكل كبير، وقد يصل الاتفاق ربما إلى نهايات مسدودة يعني على رغبة السودان ومصر إذا ما استمرت إثيوبيا في هذا الحال، لكن إثيوبيا تقول أنها لن تتنازل عن أي وثيقة تضر بمصالحها. دعني أذهب إلى أحمد مهران. أحمد، يعني الجانب المصري لم يتلقى أي وعود، لم يتم توقيع أي اتفاق، لكن هذه اللغة الدبلوماسية ربما لن تحل مسألة نقص هذه المياه أو الحصة المصرية. ما البدائل المصرية الواقعية هنا؟ في الواقع مصر أكدت أنها مستمرة في المساعي الحثيثة للتوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم الذي يراعي شواغلها ومصالحها المائية، وفي الوقت ذاته يحقق لإثيوبيا تطلعاتها التنموية. ولكن من آن لآخر مصر تلوح بأن كل الخيارات مفتوحة وأن قدراتها لا حدود لها. بين هاتين اللغتين في التصريحات تسير المفاوضات أو تسير المنهجية المصرية في إدارة المفاوضات، لكن هناك خلاف واضح بين مصر وإثيوبيا في منهجية إدارة التفاوض. إثيوبيا ترغب في أن تسير المفاوضات على مسار يركز فقط على المنافع الجماعية التي ستتحقق للدول الثلاث من خلال هذا السد، بينما مصر ترغب في تبني رؤية شاملة بشكل مشترك بين الدول الثلاث تحقق المصالح التنموية، وفي الوقت ذاته تراعي الشواغل والمصالح الوطنية خاصة لدولتي المصب الأكثر ضرورا. هذا هو الخلاف الجوهري في المفاوضات، وهو ما ربما أدى إلى انتهاء الجولة الأخيرة التي عقدت بالقاهرة الأحد والاثنين الماضيين من دون التوصل إلى أي اتفاق جديد أو تقدم ملموس في المفاوضات. والسبب من وجهة النظر المصرية يرجع إلى أن هذه الجولة لم تشهد تغيرا ملموسا في المواقف الإثيوبية، وعلى هذا النحو فإن الموقف الحالي ما زال يتسم بالجمود رغم الاتفاق الذي جرى في منتصف يوليو الماضي في البيان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بضرورة استئناف المفاوضات والعمل على أن تنتهي هذه المفاوضات بالتوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم في غضون 4 أشهر، لكن أي مؤشرات على تحقق هذا التقدم لم يعني تلوح بعد في الأفق على خلفية هذه التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي أكدت فيها أنها لن توقع على أي اتفاق ينتقص من حقوقها التنموية. الموقف الحالي يتسم بالجمود، إثيوبيا مستمرة في اتخاذ خطواتها الأحادية، الملء الرابع تقريبا انتهى وفق الصور الخاصة بالأقمار الصناعية
الزراعية بعدما تجاوزت المياه حاجز الممر الأوسط لخزان سد النهضة، وبالتالي هذه الإجراءات الأحادية مستمرة وهي محل رفض من القاهرة بالطبع كما أكدت على ذلك مرارا وتكرارا. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، شكرا لكما.